فرحان بزاف لانه كيف قلت لهم قلت لهم بحال هذاك الوليد اللي كيبقى يقرا 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 العام كله وفي الاخر ملي كينجح كيفرح. فالحمد لله هذا اش غادي نقول لك ثمره ديال المجهود ديال 6 سنين بعد برنامج دو فويس الحمد لله. وكنهديها لكم شوف تيفي لان حتى هي من الناس اللي وقفوا معايا طيله هذه 6 سنين هذه، من الناس اللي كانوا كيدعموني، من الناس اللي دائما كيقدموا الجديد ديالي بطريقه احترافيه. فكنشكركم، كنشكر كل الاعلام المغربي، كنشكر الناس اللي صوتوا ليا، الناس اللي كيبغيوني وحتى الناس اللي ما كيبغيونيش، كنشكر كل شيء. كنتش متوقع نهائيا، ما عنديش توقعات، انا ما عنديش توقعات. سنخاف فهمتي نتوقع شي حاجه وما تكونش، ما الحمد لله هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى.